السلام عليكم. لو انا عايز اضيف صورة فبقول له image وبعد كده اقول له source src وبعد كده اقول له يساوي وادي له المسار بتاع الصورة بالشكل دوت، واجي هنا ادوس F5 يبدأ يجيب لي الصورة. طيب مقاس الصورة كبير شوية فاقدر اقول له width بتساوي 500 والهايت هتساوي 500 برضه، واقول له كنترول اس واجي هنا ادوس F5 يجيب لي الصورة بالشكل دوت. طيب عايز اخلي ده في سطر ده في سطر، اقول له br مسافة واقول له كنترول اس واجي هنا ادوس F5 فيبقى ده في سطر ده في سطر، وممكن اضيف اكتر من سطر. طيب عايز ابدا اظبط المحاذاه، ممكن اظبطها من ال HTML بس اقدر عندي صور كتيره فهظبطها في CSS. عندي ملف اسمه q.css هستدعيه هقول له لينك ريل، ده عباره عن ستايل شيت ال h reference q.css، فاجي هنا اقول له الايمج وابدا افتح الاقواس بتاعتي وابدا احدد اي حاجه انا عايزها في الخصائص بتاعتها، وليكن مثلا اقول له مارجن شرطه ليفت وهقول له نقطتين، ممكن اقول له مثلا 100 بي اكس واروح عامل سيمي كولون واجي هنا ادوس F5 الاقي ساب لي مسافه. ممكن اقول له بدل الديت اقول له اوتو، يعني ابدا احسب انت شوف زي ما انت عايز. ممكن اقول له هنا السايز ويدث 40 أو 50%، وأقول له كنترول اس واجي هنا ادوس F5 الاقي الصورة صغرت.